صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. رجع عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنها قالت تمل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عيدك بالله يا أغداه من الزهر فقال يا فاطمة عيدي بالكساء باليماني فمسيني به فأتيته بالكساء باليماني ومسيته به فسرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة قبضي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بلدي فيا شاهبه بي فدخلت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كان إلا ساعة فإذا بولدي الحسين فدخل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة قبضي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك باقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي فيا شافع أمتي فذبحت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لقائي قد رضيت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بلحتي قد بنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اجتمعنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء واومى بيده اليمنى الى السماء وقال
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فقال سبي محمدي لحمهم لحمي ودمهم دمي يسلمني ما يسلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم فأذهب عنهم الرجس فاستغفرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سلطان سماواتي إني ما خلقت السماء مطية ولا أرضا مدعية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكفاية. قال الحبيب جبرائيل يا رب ومن تحت النكاية. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومحجم الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. قال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحدث إلى الأرض لأكون معهم صادقا. فقال الله تعالى عن فرد لك فأبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخشك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مطية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ قال رسول الله وعليك السلام يا أمين عبد الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساية فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلد هذا تحت الكساية من فضلهم الله. قال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل القرن وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرغوا. فقال علي عليه السلام إذا ما الله صنع وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا فكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام بسم الله سعدنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.